فيك روحي معلقة آهن على أيام العشق في الشام آهن على خير رددناه بأيدينا على عشق على شوق نناديه ينادي فينا صار بيوجع والكلمة كل شي ما بيني وبينك بطل ينفع لو في محاكم للجرح رح تنحكم أعداء لو فكرك بغادرك ربح يا خسارة الأوهام انت اللي كنت تقول أهل الوفا ماتوا عم تبكي على المقتول قتلت الوفا بذاته اسمك مسحته صار غبرة من الماضي حكمك صدر غدار مع رقفة القاضي اسمك مسحته صار غبرة من الماضي حكمك صدر غدار مع رقفة وجع علم مش كل ساعة جرح قلبي أنا تعلم لا رحمي من كف الزمن بركان جواتي سكن لو تدفع الدنيا التمن ما ينطفي بقلبي الحريق ساعات بصرخ بالعنم ساعات بقلبي بطعنة تاري أنا بطعن أنا مثل الجرح بمشي بطريق الشام روحي وفيك روحي معلقة آهن على أيام العشق في الشام آهن على خير رددناه بأيدينا على عشق على شوق طولي بالك يا خالتي طولي بالك شلون بدي طول بالي هدول 77 ليرة ذهب رشادية رشادية تنطح رشادية طيب طولي بالك بركي بلاقوا الحرامي وبيرجعوا لك مصرياتك الله يسمع منك لكن اللي قاهرني اني انا مخبيتهم بقرني العفاريت الزرق ما بتنكشوا اخ يا ميمتي لك فهموني شو اللي عم يصير العمى لك فهموني يا جماعة يخرب بيتكم لك فهموني شو صاير وشو عم يصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا ست نهلا صار لها من الصبح هيك بتهمل وبتفور بتتهمد وبتفور يا والله معها حق مصيبتها كبيرة كتير أمي يمكن هذا أبوكي اللي قال لك إنه جاي؟ إيه وقت عرف حماتك تعبانة قال لي بدي أجي أطمن عليها خليكي نبيها أنا رح أفتح Thank you.
لساتك مصدق اللي صار يا بي؟ شلون عم يعملوكي؟ مصطفى ونبيها بيحبوني. مصطفى بيحبك؟ ايه يا بي، ومصدق اني انا بريئة ومتأكد. الحمد لله. ما بدك تفوت يا بي؟ يا بي انا عازرتك وانت بحق لك تعمل فيني اللي بدك اياه. بس انا مو عازر حالي، المهم اني اطمنت عليك. من اول ما اجيت وانت ساكت، حتى القهوه طلبتها وبردت وما شربتها. شو في عزمي؟ مالك عاجبني؟ اذا متضايق من شي احكي لي، خانقني فش خلقك، بس لا تقعد ساكت هيك. ما بتحمل شوفك تعبان. معقول انا اكون زعجتك بشي ماني حاسه على حالي؟ بحياه الله تقلي. يا ريت بقدر جاوبك، كان اهون علي من اللي عم فكر فيه. لا تحاكيني بالالغاز. انا تعبان يا ياسمين، تعبان. ريته التعب لقلبي. طيب تقبرني، احكي لي، قلي شو في. انا ما بقدر احكي ولا بقدر حاسب قبل ما اتاكد. دنيا غريبه يا ياسمين. كنت مفكر انه اكثر اللي حوالي ملائكه، قاموا طلعوا شياطين، وشياطين كتار. كلامك بخوف. اللي كفه نظيف ما بيخاف. تصبحي على خير. خليكي قاعده، طريقه بعرفه وما بدي حدا يوجبني. صباح الخير ابو جواد. الله يصبحك بانوار النبي. طمني استاذ. مبروك، ابنك طلع براءه. طلع براءه بدون محاكمه؟ بدون محاكمه. بس شلون؟ ما عرفوا الحرامي مين، بس لسه ما لقطوا. الله يطمنك بالخير يا استاذ. جواد، جواد، الف حمد وشكر لك يا رب. خير يا ابي؟ اهلا وسهلا استاذ، اهلين، شرف، تفضل. الله يديم اهلتك. الأستاذ جايب لك أحلى خبرية بالدنيا. بشر أستاذ. مبروك جواد أفندي، طلعت براءة، عرفوا الحرامي مين. مبروك ابني. ألف الحمد لله. مبروك. ألف الحمد لله. ألف مبروك يا أبو جواد. أبقى خبر عزمي بيك الكلام اللي قلت لك يا، وروحوا استردوا الكفالة. يلا بخاطركم، سلامات. مع السلامة. الله معك، امشي خبر أمك. أم جواد، أم جواد، لك أم جواد. مرت عمي؟ نعم. هلا وقتك انت، مالك شايفتيني ملهوجه؟ خلص خلص، اسفه. لا تعي تعي، ف
فهميني شوفي. اتفقت أنا ومصطفى روح زور ببيت أهلي كم يوم، فقلت لحالي باخذ إذنك. اتفقتي أنت ومصطفى وأخذتي إذنه؟ لازم تاخذي الإذن مني أنا. يا عمو سدي حلقك ولي لا تداخلي. أمال إذا بدك أنت تروحي لعند أهلك روحي، ما في مشكلة. وإذا بدك تقضي شهر شهرين سنة سنتين قولي راحتك حبيبي، وإذا ما بترجعي بيكون أحسن بحفظ القرن. كتر خيرك. واجبي يا عمو اللحتية. لا لا أنت ما هان عليكي، ما مو قاصدة أنا. رح أقوم أعمل لك كاسة لبن سرية بشوية مي. لك عن يا عمو مثل العادة. لا تقلية ما بيواتيني لأنه ضلك ساكت يا لساني لا تفضح أسامي وضلك ساكت. السلام عليكم. سلام والإكرام. أهلا وسهلين. تفضلوا سيدنا نداف. شرف تفضل. ما بدها تفضل، هن كلمتين. انتو كنتوا تشتغلوا مع واحد شو كان اسمه؟ شريف بيك. ايه صحيح صحيح تذكرت شريف. هذا جبنا له ورقة تسمح له يحط الكندوش بالساحة. ايه مزبوط، ونحن كنا نشتغل معه وبعدين قلعنا. طيب وين بيقعد؟ على مين بيلفي لنحط له الموافقة؟ سيدي نحن بعون الله بعمرنا ما قلينا معكم، بس يعني الدغري هذا الزلمة ما بنعرف شو في بداخليته، ما بنعرف وين بيروح وين بيجي. اشتغلنا معه على الكندوش وبس. والكندوش وينه؟ باعه وقلعنا من الشغل. ايه طيب اذا شفتوه خلوه يجي لعندي عاوزه، وانتو اذا عرفتوا وينه تعالوا لي. من العين هاي قبل هاي، نحن منخدمكم مو بس لأنكم الحكومة، لا الشهادة لله، نحن عم نخدمكم لأنك فؤاد أفندي خص نص، مو هيك خالي؟ هيك ونص. شرفتونا سيدنا. أهلا وسهلا الله معكم. أنتوا بتنوروا بالصلاة على سيدنا النبي على عظم رقبتي إنه الشغلة فيها على بنضه. ناجب لسير إلى شريف بيك، بكرة بيفكرنا عم نشتغل مع الحكومة. خالي تذكر منيح، نحن لا منشوف حدا ولا حدا بيشوفنا. وانت عيني. يا ميت أهلا وسهلا بزنبق البيت وفلو. أهلين يا أبي. الله يرضى عليك. أهلين يا عمو تقبريلي. تقبريلي شو سقيت لك. تأخر كتير مصطفى. الغايب عذره معه. لك يا عمو اشربي كاسة اللبن لتهدى أعصابك، هيك قال الدكتور رأفت. ايه كتير بيفهم لأنه لك سطل إذا بشربه ما بتروق أعصابي. ها اجي اجي اجا اجا. لك شبك شو ماشي على بيت؟ تعال احكيلي شو صار معه. تعال شو صار؟ ما صار معي شي. لك ليش تأخرت؟ لأنه فؤاد أفندي رئيس الكراكون ما كان هون. إلك بيكون هلأ ساند خاصرت مرته. المهم هلأ شو قالوا لك بالكراكون؟ لأولى الحرامي؟ لا بس جايبين كل حرامية الشام جامعينهم وعم يحققوا معه. ربيتهم من حاله. قولي راح جنى عمري يا جماعة. قولي شو يا مو جنى عمري؟ والله اللي بيسمعك بيصدق. من لك يا مو لو ردتي مصاري من ابوكي ولا ذهب من امك ولا عندك شقفة ارض بعتيها ولا بيت صغير من لك تروحي قتل هلا وقته هالحكي؟
لك عن امتى وقته يا مو امتى وقته؟ ولك هدول 77 ليره ذهب رشاديه وانت معيشتينا بالجوع والقله. تروحي قتل مالك شايفتيني رح تجيني النقطه عدوه انت. في الله خلص نبيها تركيها. ها لما تسألي عن الذهبات، يعني هدول الذهبات هن أكيد ذهبات أبوكي اللي سأل عنهم عمك قام قلعته أمك عشان ما تعطينا حصصنا. والله شغلة بتحط العقل بالكف يا عم مصطفى، حرمتنا وحرمت حالة مو حرام. آخ والله لا والله لا عم فليش كيف وصل لهم الحرامي. عم بحكي معك، شو عم تفكري؟ دقيقة مصطفى، ليلة السرقة قمر كانت نايمة بتختها ورجليها موسخين هيك، مدري كيف وساخة غريبة. لا إيه شو يعني؟ شو دخل؟ والله شو يعني شو دخلك؟ ايش بيعرفني؟ مو رح يطق مخي انا، مو رح يطق مخي. ولك هدول 77 ليره ذهب رشادي، بتعرف شو يعني كان حالنا؟ يمكن كنا مثل عزبي بيك. لي ذهبات اشتقت لامهولي. خلاص انا رح انفلش. الله يسامحك يا أمو، الله يسامحك. بس شو عليك؟ في الله. تصدقي ما عرفتي؟ يعني هيك أحلى؟ أكيد أحلى وأرتب وأشياء. أنا آسف بس شكلي باخد وش بسرعة اللي برتاح له. ولا يهمك. كيفه الوالد؟ يقبر قلبي، حرك إصبعته. عن جد؟ وحياة الله يا حكيم، لك كيف صارت القصة؟ كنت أنا ماسكت له إيده وعم أطلع باتجاه باب الغرفة، فجأة بحس لك بلمسة خفيفة، قدرت الشي بسرعة ولقيت إصبعته عم تتحرك. وحياة الله ما عم بالغ، وحياة عيوني التنتين ما عم بالغ. خلاص صادقة، صدقتي، حلو كتير هالحكي. شكلي أنا كمان باخد وشي بسرعة. إيه بس أنا باخد وشي بسرعة عاللي برتاح لهم بس. تفضل حكيم. يا ميت أهلا وسهلا. أهلين وسهلين. أهلين فيكي خالي. لا فرجيكم يا أولاد الكلب، والله لأشختك واشختوا على البلوعة. وزيدك يا شريف. لك يا شريف ليش تركتي فيها شرف؟ أنت اللي عم تشبكي على إيدهم، أنا بفرجيكي. طول بالك يا مجنون، شو عم تساوي؟ أنا هون مشان أحكم أبوك. لك رعد هيك. يي شريف مشان الله يا شريف. شريف مشان الله لا. شريف. ولك يا مجنون اتركها. اختك ما غلطت. انت بدك تعلمني الغلط والصح ولا؟ كمي ما بتعرف شو القصه، طول بالك. ترجعي بالذات. يلا ابو شريف بلا هالحركات يا شريف. يا علامتي يا بني، ولي علي يا بني، ولي علي يا بني. حكيم قد لطيفة وهروب. لازم افحصه. لا قد لطيفة وهروب. لازم شوفه قبل ما امشي. شو عم يصير؟
شو هاد؟ هي آخرة قلة الحياة وقلة الشرف. كسرت يا ولد الجناح. الواضح انه ضغطه عالي كتير، لازمه مراقبه لبين ما ياخذ الدواء مفعوله. طيب حكيم، اذا حالته ما لها خطره يا ريت تقوم تروح قبل ما يصحى شريف، هلا بجن جنانه. لا ماني رايح، بدي انطره ليصحصح، في حديث بدي احكي معه. حكيم لا تشلشني، الله يخلي لي اياك، حمل حالك وروح، انت ما قصرت وما لك محقوق، خليني انا اتصرف. عمي ابو شريف، انا بدي اطلب ايد لطيفه منك. بترجاك عمي ابو شريف تفهمني، انا ما بدي اتجوز لطيفه لحتى اتستر على عيب او حركه نخوجي، ابدا. انا اصلا قناعتي ما صار شي غلط، كل شي عمله شريف هو جنان بجنان مو اكثر. انا بدي اطلب ايد لطيفه لاني رايده، رايده كزوجه الي. رجاك عمي ابو شريف، فكر بالموضوع على مهلك بعدين رد لي خبر. شو عنكوش؟ معنا ولا مو معنا؟ لا والله مو معكم. لك وين وصلت؟ هل هذا اللي بتشتغلوا عنده قلتولي اسمه شريف؟ شريف بيك؟ اصحك تقول هيك شريف حاف؟ والله اذا بيسمعك هيك عم تنادي له لياخذ على خاطره ويزعل منك. يعني هو شكله بيك؟ لا مو بيك، بس زلمه معه شويه مصاري بيلبس وبيجخ على حاله. يعني كسمه كسمه، يعني اذا شفته بتقول انه كسمه على حراميه؟ ليش شو كسم الحراميه سيد راسي؟ هاي نحن الثلاثة هلا حرامية، إذا لبسنا وجخختنا وحطت لنا طرابيش ما منصير بكوان؟ مزبوط، بس أنا حيرني إنه اثنيناتهم بنفس الاسم. يا عادي، في 200 300 واحد بنفس الاسم، وين المشكلة يعني؟ طيب هذا المعلم وينه هلا؟ والله ما حدا بيعرف وين بغط. هبات هبات، بس يمكن لك هلا هو ببيروت، لأنه هو عنده شغل هنيك. بيروت معناتها مو هو. لك لأمتى بكون ضلوا مربطيني؟ فكوني، لأنه آخر شيء رح تفكوني وما رح أطلع من هذا البيت لحتى أخذ حقي منكم كلياتكم، ولحتى أذبحها لبنتك هي وهذا الواطي. ولك ارحمني، ارحمني يا قليل الوجدان، أنا أمك، أمك، مستحيل أغلط الغلطة اللي براسها. أمي؟ ليش مين قال لك إنه أنا عندي أم ولا أب ولا أخ ولا أخت؟ كلياتهم ماتوا والعمر إلي وما رح أطلع بعزا ولا واحد فيهم لأنهم موطين الراس تبعي، وراسي ما رح يرتفع لحتى أشختها لبنتك هي وهذا الحقير. لا عيب الشوم عليك بس. لك حاجة تتزعرن حاج. حاجة تسيء لأختك من غير سبب. أنا هون كرمال عالج أبوك، ورح أقول لك شغلة تانية. لا خوف ولا تستير على عيب لا سمح الله اصلا ما صار. انا طلبت ايد اختك من ابوك. وهلا رح اطلب ايدها منك. معناتها انت غلطان وجاي تصلح غلطك مثل ما توقعت. غلطان؟ يا حقير يا سافي يا حقير يا سافي. لك انا واختك اطهر من الطهارة. لا روح بحلقتك،
إن كانك رجال بتذبحها. طلع برا شريف، طلع برا، طلع برا طالع. بس ديروا بالكم من اليوم ورايح شنو ما رح أرحم ولا واحد فيكم، رح أطلع لكم من وين ما رح تعرفوا كلياتكم. شلي عليك يا واطي؟ تعرفي يا بي، الحياة هون غير، هون ضحك فرح، هنيك كثير عتمة. خليكي هون يا بي، بلالك هنيك. لا يو تقبريني، بكرة بيجي الولد وبتجي معه الفرحة والضحكة والأمل والمستقبل، كله تقبري قلبي كله. شو حكي؟ نص الألف خمسمية وين؟ لا يا بي ما في شيء، بس تذكرت واحد مريض مرق لعندي على العيادة لي. لا الله يرضى عليك، لا تجيب لنا العيادة لهون، خلي العيادة هنيك وهون البيت. الله يرضى عليك. أمرك يا بي، بس مشان الله ما تواخذوني، والله تعبان وبدي نام. تصبحوا على خير. وانت من أهلي. ليش نايمة هون يا أم؟ خايفة من هداك المغضوب معه صائد يفوت يذبحها لأختك ونحن نايمين وما نحس فيه. يا أم يفوت ينام جنب لطيف على القليلة. خايفة وصلى وما حس فيه، لأنه منزوع القفل. طيب فوتي أنت وأختي لطيفة ناموا بغرفتي، أنا بكره بجيب النجار وبغير صوات البيت. لا ترابية. لطيف! لطيف! شوفي يا أمو! شوفي! بدك معنا بالأوضة! وأنت تكون راحت! ما بعرف! قومي يا مو قومي، قولي على قلبي قومي تقبريني قومي. الله لا يسامحه، الله لا يسامحه على اللي عم يعملوا فينا. بتعرفي امي؟ والله مشتهي اعرف وين ساكن ومسكه للكركون بايدي. شو بك يا امو؟ ليش هيك عم تطلعي فيني؟ شو بدك يعني اعمل؟ ظل غيط؟ ارقص؟ اضرب حالي بالصرامي؟ ما تعرف الصح من الغلط، ما حدا فيكم بهالبيت عم يعرف الصح من الغلط، دلوني اذا بتعرفوا. هاي تقبريني. شرفوا شرفوا، ليش بيضل طالع خلقك يا ابو جواد؟ والله يا عزمي بيك جواد صاير نقاب. شو عم تعمل لابوك عمي؟ والله ما عم بعمل شيء عزمي بيك، تحملنا شوي. امبارح انا وابي وامي اختلفنا على القصه، فقلنا لحالنا ناخذ رايك فيها. والله اذا رايي بفيد تكرم عينكم.
يا بيقول له انت العزمي بيك. يا عزمي بيك، جواد فكره بعد ما انحلت شغلته يروح يخطب نواف. شو عليه؟ بيستاهلها للبنت، بعدين هي لها دين برقبته. وانا والله بدي اوفي هالدين. يا عزمي بيك، يعني خايف من خالها اذا عرف، والله بيعمل لنا مصيبه. يعني انت ما عندك مانع انه جواد ياخذ البنت، بس خايف من خالها. اي والله. هي شغله بسيطه. اسمع عمي، بتاخذ جواد وام جواد معك، وبتاخذ كاتب المحكمه وبتامن اثنين الشهود، وبتكتبوا الكتاب بالمليحه على السكيتي. وانت عمي جواد تسال البنت وامها اذا بيحبوا يضلوا فوق، يا ميت اهلا وسهلا. واذا بيحبوا يرجعوا معكم بتسحبوا حالكم وبترجعوا، ولا مين عرف ولا مين دري. والله وانا هيك رايي. فوتي عمي فريزه، فوتي. الله يرضى عليكي، سمعينا زلغوطة لجواد. سمعت، كرم عيونك انت وجواد. يسلموا، عقبال عندك عمي. عندك عنك عزمي بيك. الله يطول عمرك. تفضل. لا لا ولو، عريسنا بالاول. تفضل يا عريس. الله يسلم هاليدين. شرف عزمي بيك. يسلموا ايديك. ابو سعود، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسعد لي هالصباح الحلو. سكرنا سكرنا، كان ان شاء الله بتسكر مبلغ خبزك شو لاقين. ايش حكينا معك؟ يخرب بيتك، لانه بعرفك جاي تعليك. جاي عليك يا عيب الشوم عليك. لك واحد اكابر مثل حكايتي جاي يسالك عن العيله، بتقول له عم تعلق. يا سيدي العيله بخير. الحمد لله. انا شو بدي غير العيله تكون بخير؟ بس انا مو مشان هيك جاي، انا جاي اسالك عن الببو. ببو؟ شو الببو؟ اي وينه وامتى؟ لا عم ما احقرك، انت شو دخلك امتى ما امتى؟ لك ابو سعود والله انا مو مشان شيء، بس انا يعني بدي اعرف اذا وحامك بده يطول شوي مشان جيب ماليزه. والله ما عاد عندي ماليزه والله. لك اخي ما دخلك، ما دخلك. لك يا ابو سعود انا عم حاكيك طبيا، يمكن هي القصه يكون منشاها نفخة هواء. هو اللي ينتعب، شو مفكرني منفخه؟ لا لك شبك انت، ليش هيك بتاخذ كل الامور مسخره؟ بتصير هي الشغله عاديه، بتصير مع الكبير والصغير والمقمط بالسرير والماشي والمتسطح عادي. لك اجدب، عم بسمع حركه ولد باذني. لك انا الاجدب، انت بتطلع 60 اجدب. هلا اي واحد ماشي بالطريق يا كله لقمه مجدره، حط اذنك على بطنه بتسمع كركبات اشكال والوان، هذا كله منشأ نفخه. لك شي كركب عمرك، حمل حالك وروح على دكانتك احسن ما ابتلى فيك. سعيد انا رح نبهك انت وسايق، اوعى تبنشر بتعود بتسلط من على التخت بينكسر خاطرك، مو حلوه بحقك. لك الله يكسر خاطرك، والله لبيع على الدكان بدي اطلع من الحاره كلها. ابي حفظ الصرمايه. نعم. هوا يخرب بيتك، الله لا يوفقك يا ابراهيم، معيشني بوسوا. شو هوا؟ يا مو والله بعرف مو وقته هذا الحكي اللي بدي اقوله، بس كمان لازم اقوله. رح يجي يا مو، رح يجي الحكي. شهمه ابن اصول ما رح يترك ابوك، رح يكمل معه. بس انا خايفه من شريفه، يوم يغدره. لك الله يعدمني شريف، ليكو طلب ايدي منه ومن ابي ولسه بده يغدره. هي الحركه اللي سواها الحكيم بدها ناس تفهم، مو مثل اخوك. اي أيوة وانا كمان قلت انه هي حركه شهامه. لك حركه شهامه ما لحق يلمحك لمح، بجوز ما شافك منيح. بس طالما طلب ايدك معناها فاتت الفكره براسه، ومعناها انك عجبتي انت وشطارتك. بقى ليش بدنا نكمل بعد كل شيء صار؟ يو اكيد بدنا نكمل، لكان بدنا نضيع هيك عريس من ايدنا. اصلا اللي صار لصالحنا، قطعنا مسافه كبيره. اسمعي لك، من يوم ورايح لا تلبسي البرانيل قدام الحكيم. ايه قومي قومي قومي، جهزي حالك يمكن يجي باي لحظه. شو هالحكي يا مو، والله ما بيمشي الحال هيك. بعرف انه صعب عليك قدام اخوك وابوك، بس شو ساوي؟ بدك تضلي عايشة بهالأرغف، استحملي يا مو. أنا بدي أمن عليكي بين إيدين رجال مقتدر، ما بدي أتركك بين إيدين أخوكي يتحكم فيكي. بركي متت أنا وأبوكي. شو
السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. يا مو فوتوا لجوا، اجى النجار بغير سائق باب غرفة لطيفة وباب الدار. ايه على راسي. هلا اكيد يا بي اللي عمله شريف في قلة ادب وقلة حياة وتطاول عليك وعلى اهله. بس كمان انت ردت فعلك مبالغ فيها. مو معقول مين ما فبرك لنا شي قصة نروح نتجوز اخته. الا اذا كان شريف شايف شي بينك وبين اخته انت ما عم تحكي لي اياه. اعوذ بالله يا بي. معقول عم تشك باخلاقي؟ لا ما هيك بقصد، بس احيانا البني ادم بيعمل شغلات بدون ما ينتبه. يا بي انا حكيم، يعني شغلتي بتفرض علي يفوت على كل بيت. اذا بدي اعمل هيك شيء يعني بدي دمر شغلي ودراستي ومستقبلي. لكان احكي لي بصراحه، انت طلبت ايدها لانها عجبتك؟ والله ما بعرف، ما فيني اقول لك انها عجبتني، اصلا انا ما لحقت اشوفها. بس بكون كذاب إذا ما بقول لك إني استلطفتها وإني زعلان عليها وحاسس فيها. طيب قبل ما تطلب إيدها للبنت فكرت بالفرق بينك وبينها؟ فكرت إنه أنت حكيم وهي يا دوب تعرف تفك الحرف؟ فكرت بالفرق بين بيتنا وبين بيتهن؟ اتذكرت إنه عندها أخ أزعر وواطي وسافل؟ طيب أنت شو بتنصحني؟ والله هذا القرار قرارك وأنا معك بشو ما بدك. كل اللي بقدر أنصحك فيه أنك تفكر منيح. حاضر. كيف عرفوا الدرك أنه حرامي واحد اللي فات وسرق؟ آخ الله يهده، لقوا علام إجريه ولقوا علام جسمه لأنه كان متسطح على الأسطوح. كيف عرفوا أنه متسطح على الأسطوح؟ بالظاهر الأسطوح مليان تراب وغبرة، متسطح هو تلقاح. إجت الدراك وأخذت القياس، قام شو قال لي مصطفى؟ قال لي من القياسات عرفوا أنه الحرامي طويل ونحيم. إيه؟ والله الدرك مالهم سهلين. وقديش المصاري اللي سرقهم؟ لا تذكريني، 77 ليرة رشادية. ده 77 رشادية؟ ده الله لا يوفقه. تصدقي ما عرفتي؟ يعني هيك أحلى؟ أكيد. شكلي أنا كمان باخد وش بسرعة. ايه بس انا باخد وش بسرعة عاللي برتاح لهم. بس قومي يا مو قومي، قومي غيري اوعيكي، تأخر الوقت. مو معقول يجي الحكيم بعد هلا. يمكن صار بسابع نومي. لك صباح النور. وين فرح؟ فرح راحت على المدرسة. وأنا ليش ما فيقتوني؟ أنت اليوم عطلة. ليش شو في اليوم؟ جايينا ضيوف.
فبدي تقومي ترتبي حالك. ليش أنا شو دخلني؟ جايين يشوفوكي. شوفوني أنا؟ إيه؟ جاي أم صائب مع ابنة صائب. إيه أم صائب بتعرفني؟ بس ابنة ما بيعرفك، بده يشوفك. طيب بده يشوفني بعتي له صورتي. أمي لا تطلعي لي خلقي مثل ما عم قلك ساوي. إيه وفرح شو بدها تساوي؟ لسه بتقلي فرح؟ هني جايين مشاني. يعني هلأ شو؟ لك لعيتي لي قلبي، يعني هلأ قومي افطري وتحممي مشان تجي الكواية تساوي لك شعري. حاضر. فاخرج بحبك من دمي يا ظالمي.